بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هكلمكم على رمضان صبحي. قلت لكم قبل كده المحتوى بتاعي لاحترامي للجميع، ما باجي اتكلم انا معيش عصاية سحرية ولا بقولك الصفقة دي راحة فين وجاية منين غير ما يبقى عندي معلومة مؤكدة. فالمحتوى بتاعي انا كلاعب كرة بستنتج وبستشف في الكلام اللي بيدور حواليا. من فترة من الفترات، السنة اعتقد الموسم اللي فات ده اللي هو الموسم اللي فات القروي ده، طلع بعض الاخوة في السوشيال ميديا وفي بعض الصحف وبعض اللي بيطلعوا في من خلال الشاشات كله اتكلم وقال لك رمضان صبحي في الاهلي وعاوز يرجع. قبلها اصلا رمضان صبحي ماضي مع بيراميدز 3 مواسم، وانتوا عارفين العلاقة اللي بين بيراميدز والاهلي مش علاقة قوية. طيب رمضان صبحي كل الناس قالت رمضان صبحي في الاهلي، وانا متاكد ان رمضان صبحي خلاص موضوع الاهلي قفل تماما، اولا من ناحيه الاهلي ومن ناحيه رمضان، فصعب يرجع رمضان النادي الاهلي، صعب جدا جدا جدا. انا بقول لك يعني كان في محاولات والمحاولات دي اتقفلت، كانت المحاولات من خلال السوشيال ميديا برضه. خلاص طيب جينا الفترة دي الزمالك بيفوض رمضان صبحي. أنا بقول لك رمضان صبحي مش هيروح الزمالك. أنا عارف رمضان صبحي كويس وطلعت والناس اللي حتى الأهلاوية زعلوا مني، قلت لهم رمضان صبحي بيحب الأهلي. أنا عارف كده كويس ومتربج جوه جدران النادي الأهلي. جزئية اللي هو يمشي يروح نادي بيراميدز أو غير بيراميدز ده حرية. لكن يروح الزمالك ما اعتقدش، وبنسبه كبيره 1000000%، حتى لو حصل مفاوضات مش هيوافق علشان مش تقلان في نادي الزمالك يا جماعه، عشان الناس ما تزعلش مني، نادي الزمالك نادي كبير ونادي اي حد يتمنى يلعب فيه على فكره، بس الامور احيانا في نادي الزمالك مفيش استقرار، وانتوا عارفين معنى الاستقرار. مجلس إدارة موجود حاليا لا عنده مديونيات كتير، لا عنده اوقافات كتير، فأي لاعب هيروح هيقع في نفس المشكلة دي. وأي لاعب كورة عنده التزامات، خلينا واضحين، لعيبة الكورة عندهم التزامات وأعلى، اللي جاي عاوز يشتري سكن كويس، اللي عاوز يشتري عربية كويسة، اللي عاوز يقعد أسرته في مكان كويس، كل ده موجود. عشان كده بقول لك رمضان صبحي الناس اللي بتضغط ويقول لك الزمالك بيفاوض بيراميدز وبيراميدز طالب مش عارف 100 مليون ولا 150، ارقام مبالغ فيها. نادي الزمالك اصلا بيعاني على فكره، انا ما اعرفش الكواليس او ايه اللي داخل نادي الزمالك، لكن كل اللي بيتقال يطلعوا من دوامه يخشوا في دوامه غصب عنهم. يعني هو نفسه يطلع من اللي يعني نادي الزمالك كاداره نفسهم يطلعوا من الكبوه، مش كبوه، احنا مش هنقول عليها كبوه عشان برضو الناس ما تزعلش، لا الامور صعبه. لكن رمضان بعيد عن الماديات، رمضان هيبقى موجود في بيراميدز. في ناس يقول لك احسن جابوا صدق وجول عندهم برام عادل، ما هو بيراميدز بقى من الفرق اللي هي بتنافس على بطوله الدوري، محتاج لعيبه كتيره، بينافس على بطوله الكاس، بينافس على الوقت داخل في سوبر مصري، داخل في بطوله الابطال اللي هي بتاعت ابطال افريقيا، لا عنده بطولات يعني باستثناء بطوله اتنين بتفرق عن النادي الاهلي. فدي دليل ان بيراميدز ماشي بخطوات، محتاج لعيبه كتير في كل مركز، محتاج 3 و4. عشان كده رمضان صبحي الناس اللي بتطلع تتكلم طبعا لهم كل الاحترام والتقدير، لكن نطلع نتكلم في حاجه بتترمي نشوف الوضع هيمشي ازاي، انا بقول لك رمضان صبحي رافض تماما. مش عشان حاجه، هو شايف اللي هو مستقر في بيراميدز، واخد وضعه كلاعب كره في بيراميدز، والماديات اللي طلبها موجوده. اي لاعب كره يا جماعه عشان بس اريحكم، بس اي لاعب كره عنده في الزمن ده خلاص، كان زمان الامور مختلفه، الوقت لاعب الكوره عارف بعد ما بيبطل كوره ممكن يبقى عايز يبعد عن المجال او عاوز يشتغل في المجال وهو مش مضغوط. واحنا عندنا مثال بمدربين كتير اللي بيروح المستشفى واللي بيتعب واللي بيموت مننا. موضوع التدريب موضوع صعب، فلاعب الكره يقول لك لا انا ممكن اعمل بيزنس مع نفسي، ممكن اشتغل في الاداره، مفيش فيها ضغوطات، ده الواقع.
عشان كده بقول لك رمضان صبحي، الناس الاحترام اللي بيكتبوا ويقول لك رمضان في الزمالك رمضان وقع، الكلام ده غير صحيح. الا اذا انا بكلمكم يا جماعه استنتاج، انا ايه اللي هيحصل قدام؟ انا مش معاش، قلت لكم ولا معايا الصح ولا معايا الصحريه ولا اعرف في علم الغيب ولا عندي مصادر اقول لك احسن المصادر بتاعتي بتقول كذا، ما عنديش الكلام ده. انا بقول لك الناس اللي هتسمعني اكيد هتحترم وجهه نظري. توفيق ان شاء الله باذن الله رمضان صبحي، سواء بيراميدز او غير بيراميدز، رمضان من اللعيبه المميزه، رمضان من اللعيبه المحترمه المحبين للنادي الاهلي، اللي هو يمشي من النادي الاهلي عشان شايف المبلغ او ماديا هو محتاج ده بتاعته هو. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.